كربون مونوكسيد بويزنينج باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافض دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد اي ابو الفضل تشانل. كربون مونوكسيد بويزنينج، علشان افهم يعني ايه كربون مونوكسيد بويزنينج يبقى اعرف الاول نقط معينة. اول حاجة اعرفها هو ايه هو الكربون مونوكسيد. طيب هو الكربون مونوكسيد ده توكسيك جاز ليه؟ ثم اعرف بعض المانيفستيشنز للاكيوت كربون مونوكسيد بويزنينج. اول حاجة what is كربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد is a colorless odorless non-irritant toxic gas. بيجي منين؟ incomplete combustion or burning, incomplete burning of carbon and its product. يعني الحرق الغير كامل للكربون يؤدي الى ايه؟ release of carbon monoxide. يعني انا لازم ابقى فاهم برضك كلمتين صغيرين عن هل الكربون مونوكسيد يختلف فيه عن الكربون دايوكسيد. طبعا كتوكسيستي كربون مونوكسيد قلنا توكسيك جاز وهنعرف ليه حالا، وانه بينتج نتيجه ايه؟ انكمبليت بيرننج للكربون. طب اما ما يحصل كومبليت بيرننج بيطلع ايه؟ الكربون دايوكسيد. طيب الكربون دايوكسيد نورمالي انهيلد اند اكسهيلد ويز اير، صح الكلام؟ يعني ان اتس نورمال رينج نورمال كونسنتريشن نون توكسيك، لكن لو زاد كميته في الدم اللي هو الكربون مونوكسيد كربون دايوكسيد زادت تعمل توكسيستي. الكربون مونوكسيد زي ما هنشوف هو ليه توكسيك، بيؤدي الى مشاكل من ضمنها الهايبوكسيا. الكربون دايوكسيد زي ما هنشوف وزي ما احنا عارفين بيتشال بواسطة ايه في الدم؟ بواسطة الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين، از كربامين وهيموجلوبين زي ما قلنا قبل كده. طيب ندخل على الكربون مونوكسيد بويزنج، هو ليه بقى توكسيك جاز؟ ليه الكربون مونوكسيد اذا توكسيك جاز؟ قال لك لانه بيؤدي الى سيلولر هايبوكسيا اند دايركت سيلولر انجري. ما فهمناش حاجه، ليه بيعمل سيلر هايبوكسيا؟ قال لك خلي بالك بقى النقطه اللي جايه دي مهمه قوي. ات كومبيتس يعني بيتنافس كومبيتس ويز اوكسجين فور بايندنج تو هيموجلوبين. طالما هيتنافس مع الاكسجين علشان يمسك في الهيموجلوبين يبقى المفروض يبقى كده، يبقى هيمسك في الهيموجلوبين في السيم سايت اوف اوكسجين بايندنج اللي هو الفيروس اتوم. لكن في مشكله هنا ان الافينيتي اوف كربون مونوكسيد تو هيموجلوبين اكتر من 200 من 200 ل 210 مره اكتر من الافينيتي اوف اكسجين تو هيموجلوبين، وبالتالي سهل ان هو يمسك في الهيموجلوبين ويطرد من ويمنع من الاكسجين انه يمسك في الهيموجلوبين. يعني النتيجه هيؤدي الى ايه؟ شيفتنج of oxygen hemoglobin dissociation curve to the left. يعني ايه الكلام ده؟ نركز كده، يعني ايه يعمل shifting to the left؟ ادى الاكسجين hemoglobin dissociation curve، ادى oxygen tension، وادى عند البرسنتج saturation of hemoglobin with oxygen. النورمال كيرف زي ما احنا عارفين اس شيبد كيرف او سيجمويد شيبد كيرف. طيب اما يحصل كربون مونوكسيد بويزنينج كيرف ده ادى الى شيفتنج ناحيه الليفت. طب ايه المشكله؟ قال لك خلي بالك ركز علشان تفهم ايه المشكله اما يحصل شيفتنج ناحيه الليفت. لو انا قلت مثلا عند تنشن معين هنا، عند اكسجين تنشن معين هنا، عايز اعرف البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين ويز اكسجين في وجود نورمالي
هلاقيه هنا مثلا كام؟ قول وليكن مثلا 70%. طيب عند نفس الاكسجين تنشن ما يحصل شيفتنج ناحيه الليفت، قول هلاقيه مثلا 80% برسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين. اما يبقى في وجود الكربون مونوكسيد البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين ويز اوكسجين اكتر من النورمال، معناها ان الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين بايده واسنانه، يعني معناها انكريزد افينيتي اوف بايندنج افينيتي اوف ايه؟ هيموجلوبين ويز اوكسجين، يعني ماسك فيه مش راضي يسيبه، يعني معناها بيعمل لودنج، يعني معناها بيبريفنت الانلودنج بمعنى اخر. لو جيت بصيت هنا كده هلاقي ادى الايه الدم فيه حاله الكربون مونوكسيد بايزنج، هلاقي فيه اوكسي هيموجلوبين وهلاقي فيه كرب في ايه كربوكسي هيموجلوبين اللي هو كربون مونوكسيد ماسك في هيموجلوبين. الكربوكسي هيموجلوبين بيعمل كارثتين، الكارثه الاولانيه هو نفسه ما بيشيلش اكسجين، كربوكسي هيموجلوبين ما بيشيلش اكسجين، والرخامه بتاعته انه بينهبت الريليز اوف اوكسجين فروم نيبرنج اوكسيموجلوبين، يعني في هيموجلوبين شايل اكسجين يروح يقول له لا اوعى تسيبه اوعى تديله التيشو لانه عمل شيفتنج اوف اوكسجين ديسوشيشن كيرف تو ذا ليفت، يعني ايه هيمنع ريليز اوف اوكسجين تو تيشوز، يعني لا منه بيشيل اكسجين ولا منه بيسيب غيره ايه يدي الاكسجين للتيشو، يبقى هيعمل سيفير هايبوكسيا. كلام كويس. يبقى اول حاجه عندي بيعمل توكسيسيتي ليه؟ ليه توكسيك جاز ليه؟ لانه بيمسك في الهيموجلوبين 200 ل 210 مره او حتى في بعض المرات بيقول لحد 250 مره اكتر من الافينيتي اوف اوكسجين تو هيموجلوبين. فيعمل شيفتنج اوف اوكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف تو ذا ليفت، يعمل لي ايه؟ سيفير هايبوكسيا. هو نفسه كمان بيكمبيت ويز اكسجين فور بايندنج ويز ايه مايوجلوبين، المايوجلوبين مايوجلوبين في ماسل ده المفروض بيشيل اكسجين، طب هو الافينيتي اكتر من اكتر بحوالي 40 مره فيعمل ماسل بروبلمز، يعمل ماسل انهيبيشن مايوكارديال انهيبيشن هايبوتنشن كاردياك اريزميا اند كاردياك اريست. يبقى انا عرفت دلوقتي ايه هو الكربون مونوكسيد، طب ليه توكسيك جاز؟ ملحوظه مهمه قبل ما اتكلم على المانيفستيشنز اوف اكيوت كربون مونوكسيد بويزنينج، قال لك الديسولفد كربون مونوكسيد ان بلازما از زيرو كربون مونوكسيد، لانه اصلا هاز هاي افينيتي للهيموجلوبين والميوجلوبين فبيروح يمسك فم بسرعه، فبالتالي هلاقي الايه الديسولفد كربون مونوكسيد ان بلازما از زيرو. طب لما يحصل بويزنينج اكيوت كربون مونوكسيد بويزنينج ايه المانيفستيشنز بتاعتها؟ ممكن نلاقي فيه هيدك ديزني، احنا متخيلين في سيفير هايبوكسيا مانيفستيشنز اوف سيفير هايبوكسيا اند مانيفستيشن اوف سيلولار افكشن اند مانيفستيشن اوف ذا جاز اتسلف، يبقى فيه هيدك فيه ديزنس فيه ويكنس فيه نوزيا فيه كونفيوجن او لاك اوف كونسنتريشن فيه ديسنيا او ديفيكالت بريثنج فيه فيجوال تشينجز فيه شيست بين وابدومينال بين فيه ماسل كرامبس وعرفنا علاقته بالماسل ايه، فيه لو الحكايه بقى استمرت فيه لوس اوف كونشسنس وتشيرد كارد سكين، ده اللون بتاع الكربوكسيل هيموجلوبين. دايما بنفتكرها بعض الناس يعملوا ايه؟ يقول عليه حتى الكربون مونوكسيد بينزل يقولوا عليه القاتل الصامت. تلاقي واحد في عز الساعه كده الجو ساقع خالص يقوم جايب شويه حطب ولا حاجه وقافل الاوضه كويس قوي ومفيش تهويه ويولع فيحصل الكومبليت ايه بيرننج ليه الحطب ده، فيحصل كربون مونوكسيد يطلع بكميه كبيره فيحصل له تسمم بويزنينج كربون مونوكسيد بويزنينج، يجي يشوفوه الصبح يلاقوه ايه ميت وجسمه كله اتشرد كلام محمر، يقول لك يا سلام ده الراجل ده كان تقي ده ميت وعلامات الصراحه على وشه مش عارفين انها كربون مونوكسيد ايه كربون مونوكسيد بويزنينج. يبقى تو سمرايز الكلام اللي احنا اتكلمناه النهارده، اتكلمنا على كربون مونوكسيد بويزنينج، عرفنا
يعني ايه كربون مونوكسيد جاز وليه هو توكسيك وبينشأ نتيجة ايه. اتكلمنا على هو ات ذا توكسيك جاز والافكت على الاكسجين هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف، واتكلمنا على المانيفستيشنز اوف كربون مونوكسيد بويزنينج. للتواصل عبر الموقع خالد.احلامنتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق فسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل. نسألكم صالح الدعاء.